مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة أونلاين. النهاردة جايب لكم فيديو جديد ومعلومة مفيدة جدا. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو عجبك فيديو النهاردة ومعلومة النهاردة ما تنساش لايك للفيديو وشير عشان يوصل لكل أصحابك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد وفيديو توعيه عشان الناس اللي مش بتعرف تفرق ما بين الكمامه الطبيه الاصليه والكمامه اللي بتتباع في المترو وبتتباع في الشارع، اللي بيقولك ب10 جنيه والكلام ده كله، والاعلان بتاع كوتونيل، الكمامه القماش اللي بتتغسل. يا جماعه الكمامه اللي هي دي اللي انتوا بتتفرجوا يعني بتشوفوها في كل مكان في الشارع وفي محطات المترو، دي مش صحيه. بيقولوا لك بتتغسل وبتتعقم، مفيش حاجه اسمها تتغسل وتتعقم. وبعدين دي لو حد حامل الفيروس وعطس او تنفس، دي بتدخل الهواء جوه. فنركن دي على جنب خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا لابس الكمامه دي كمامه طبيه بدعامه يعني بثلاث طبقات. الكمامه دي بتحميك ان الفيروس يخش وان انت يعني تاخد الفيروس او تحمي الفيروس من حد تاني. طيب افضل كمامه، الكمامه اللي انا لابسها دي او الكمامه دي كمامه بثلاث طبقات بدعامه، الدعامه اللي هي دي تقفل على المناخير كده. دي كمامه نظيفه جدا، سعرها تقريبا في الصيدليات 2 جنيه او 3 جنيه. طبعا في ناس بتستغل الازمه اللي احنا فيها وبتباعها ب5 جنيه وب7 جنيه كمان، لكن هي سعرها الرسمي ما بيتجاوز 3 جنيه، من 2 جنيه ل 3 جنيه. ولو حد لقاها اغلى من كده ما يشتريهاش، لانه ده بيبقى استغلال من التجار ومن الناس اللي بتستغل الازمات اللي احنا فيها وعشان تحقق ارباح كتير. فزي ما قلت لكم يا جماعه الكمامه دي ما حدش يشتريها خالص، دي كمامه مش صحيه تماما وغاليه على الفاضي. يعني الكمامه دي ب 10 جنيه ولا بتتغسل وتتعقم، مفيش الكلام ده. الكمامه بتستخدم مره واحده بس وبتترمي بعد كده، يعني مجرد ما انا هطلع بيها مشوار وهرجع الكمامه دي بتترمي بعد كده، ملهاش اي 30 لازمه. لكن عشان الناس تحب توفر مثلا وتقول لك انا اجيب دي واغسلها واعقمها وارش عليها الكحول، الكمامه دي مش صحيه تماما وما بتحميكش من اي حاجه، وممكن في لحظه تتنقل الفيروس، خصوصا الناس اللي بتنزل شغلها وبتروح المترو وشغلها يبقى فيه تجمعات وناس كتير وبيتعامل مع ناس كتير. فالكمامه دي والكمامه دي افضل كمامات ممكن تستخدمها، وهتستخدمها وفي الاخر هترميها. يعني مش هقول لك ان انت هتغسلها وتتعقم والكلام ده، هي الكمامه دي بتستخدم مره واحده وبتترمي. ده عشان نحافظ على نفسنا، انما الناس اللي زي ما قلت لكم اللي عايزه توفر هي اللي بتشتري دي، بس في الاول وفي الاخر هي بتضر نفسها. فاحمي نفسك وحافظ على نفسك عشان لو انت بتنزل شغل وبتتعامل مع ناس ما يتنقلكش الفيروس وفي الاخر ترجع تاذي اهل بيتك واولادك وزوجتك والكلام ده كله. ربنا يحميكوا ويبعد عنكوا اي شر، ونستنى في فيديوهات تانية. سلام.